جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي تنظيم النسب بين الطفل وأخيه من 3 إلى 4 سنوات، وذلك لاستكمال الرضاعة وراحة للجسم؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز إلا عند الحاجة. اللهم صل. إذا احتاجت المرأة في نفسها، لأن توالي الحمل عليها يضعفها ويؤثر عليها، أو احتاجته للأطفال، لأنها إذا حملت وهي ترضع يتضرر الطفل ضررا بينا، فلا مانع أن تأخذ ما يؤخر الحمل عنها إلى أن تستعد لاستقباله، ويكون الطفل الذي معها قد انتقل من حالة الضرورة، فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز تأخير الحمل. نعم.